هاي مشاهدينا كل محبي السوبارو على موعد مع سوبارو ويك. سبع حلقات رح نتابعهم سوا، نتعرف فيهم على كامل طرازات الشركة اليابانية العريقة بعالم السيارات واللي انعرفت كتير بعالم الراليات، واكيد معروف في اكتر بنظام الفور ويل درايف الممتاز عندها واكيد بطرازاتها الحلوة ايضا. اليوم معنا ماريو متري من اوتو ستارز وكلاء سوبارو بلبنان. هاي ماريو. هاي جورج، كيفك؟ سبا سيارة اليوم اوتباك عريقة بسوبارو، منا جديدة بس اكيد اليوم رح نتعرف على الموديل 2014 منها. شو بناخد فكرة قبل بداية عن السيارة بشكل عام؟ قبل ما نحكي جورج عن السيارة خلينا نحكي شوي صغيرة عن صانعي سيارات سوبارو. FHI فوجي هيفي اندستري، هالشركة اليابانية اللي حيزة على كذا سنة على التوالي لبست سبلاير اوف ذا يير لشركة بوينغ صانعي سيارات، وهن FHI اكيد صانعي سيارات سوبارو. سوبارو معروف اللي ما في مثله مثيل كبراند، لانه الوحيد اللي حاصل على 5 ستار اوورد بالكراش تيست على كل الموديل والبراند تبعها بالرينج. ودائما سوبارو بتهتم اكثر شيء من ناحيه السيفتي بسياراتها، هيدا شيء اكيد، وهيدا شيء مخصص واتس سيجنتشر عندها سوبارو بكثير قصص، ورح نشوف كثير ديتيلز عنه بهالحلقات. اوتباك سياره فكرة عامة عنا بداية قبل ما نفوت بالسبيكس. اوكي، هلا اوتباك اتس ان اس يو في كروس اوفر، اتس ا فاميلي كار، اتس ا بلجر كار، اتس ان افري داي كار، فينا نسوقها ساعة اللي بدنا وامتى ما بدنا، يعني سيارة عائلية 100%. يعني سيارة كمان مثل ما دائما بنذكر وبنركز بسوبارو انه سيارة عالية وبتناسب طرقات لبنان، هيدي اهم شغلة، ونظام الاول ويل درايف فيها رح نتعرف عليه اكثر بعد شوي، السيمتريك الاول ويل درايف، بس كشكل كمان عم تشوفها بهالوقت مشاهدينا كمان ديزاين مشغول عليه بطريقة كثير حلوة، اذا عم تلاحظوا ان كان سايد فيو ولا باك ولا فرونت فيو اللي شفناه ببداية الحلقة، وعم تشوف كمان من فوق هالروف راك، هيدا الروف راك، هذا الروف راك اتس ا سيجنتشر عاملينه ميرجد ان بالبودي شركه سوبارو، اتس ريكلاينبل يعني بنسكره وبنفتحه ساعه اللي بدنا بس بدنا نستعمله. لنشوفها من الداخل شوي قبل ما نحكي عن المحرك ونشوف فيديو بعد شوي عن السيمتريك الاول ويل درايف عن البوكسر انجن. من الداخل الفرش الجلد طاغي عليها، كمان عندنا البادل شيفت، في عنا بادل شيفت اكيد، في عنا الالكترونيك باركينج بريك، في عنا الهيل اسيست، اللينير ترونيك جير بوكس، ال سي دي سكرين، فيها اوبشنز كثيره، بس اكيد نحن بنحب نشدد بسوبارو على السيفتي فيتشرز الموجوده واللي مثل ما قلت رح نشوفها هلا على فيديو. رح نفوت بفيديو اذا مباشره من بعد ما كنا بداخل هالاوتباك المميزه، هالفيديو اللي رح نشوف فيه تفاصيل اكثر عن المحرك البوكسر انجن وعن السيمتريكال اول ويل درايف. بنعلق عليه سوا ماريو. بيسكلي عم نشوف هون السيمتريكال بوكسر انجن. شو اللي بيميز السيمتريكال بوكسر انجن؟ هو اللو سنتر اوف جرافيتي. نعم، بيسكلي الانلاين انجن والفي انجن بيعطوها توازن اكثر وثبات، بيعطوها توازن اكثر وثبات. نعم اوكي، هيدا هون عم نشوف الانلاين انجن وهيدا الفي انجن. اوكي، بنشوف بالبوكسر انجن اتس هوريزونتال، اتس لو سنتر اوف جرافيتي، يعني توازن اكثر ولا ان لاين، اتس ستريت كانه شخصين عم يلعبوا بوكس مثل التوازن الموجود بالطبيعه. الادفانتج الثاني تبع البوكسر انجن هو الفايبريشن، الان لاين فيو فايبريشن اقل، الفي فيو فايبريشن، بس بالبوكسر انجن مثل ما عم نشوف الفايبريشن كثير خفيفه. اوكي، لكن سيمتريكال اول ويل درايف والبوكسر انجن بيعطوها ثبات وتوازن اكثر للسياره على جميع الطرقات وعلى جميع احوال التأس، كمان بالاوف رود مثل ما عم نشوف هون بهالفيديو. ومعروف على كل حال السوبارو بالاوف رود بلبنان، كل الاشخاص اللي قاعدين بالجبال اكثر شيء بيستعملوا سيارات السوبارو ليوصلوا على هون. عم نشوف جورج السيمتريكال اول ويل درايف كيف بالانس وستيبل، والتناسق بالحركه مثل ما مميزه هون بالتمساح والحركه تبعه. فبوكسر انجن، سيمتريكال اول ويل درايف، هدول كلهم موجودين على البلاتفورم تبع سوبارو. تفاصيل حلوه كثير عرفناها منك ماريو اليوم سريعا، الاوفرز بالشركه، سعر وغيرها من الامور. اكيد هلا بحب نحكي عن الين اكوردنج تو ذا دولار. ايوه
لازم نستفيد اكثر يعني من العمليه. بتستفيد فيها اكثر، في عندنا اوفرز كثير مميزه اذا بتجوا على صالات العرض وتيك ذا ادفانتج على الجابانيز ين هلا. فكم يعني تيك ذا فيل لهالتكنولوجي اللي عم نحكي عنها، اذا بتسال حيلا حدا عم يسوق سوبارو بيقدر يقول لك عن الفيلينج اللي كنا عم نحكي عنه. شكرا ماريو على كل هالتفاصيل اللي اعطيتنا اياها اليوم. مشاهدينا wheelers.com.lb كل التفاصيل دائما عبر هالويب سايت. الى اللقاء.